الليلة سيكون ختم القرآن في مسجد كذا، الليلة سيكون ختم القرآن في مسجد كذا، سنختم القرآن. ختمت 60 حزبا ولا تعلم منها شيئا، لماذا تختمها؟ لا تعلم منها شيئا. أنت استمعت للحن القرآن ولغناء القرآن في المساجد، أنت وقفت كالجماد في الصف تردد آمين، أنت جماد، أنت لا توجد، أنت تقف في الصف جماد وتسمع غناء القرآن في أبواق المساجد ثم تقول آمين فقط، لا تسمع ماذا يقول ولا تفهم ماذا يقول هذا الذي يقرأ عليك القرآن ويغني بالقرآن، يلحن القرآن. ليست هذه هي الغاية التي أنزل الله من أجلها القرآن. القرآن أعظم وأكبر من هذا الصوت الذي أنت تسمعه في أبواق المساجد.